سموحة النهاردة بيفوز بهدفين مقابل هدف واحد. الحدث الأول إن هدفين سموحة اللي سجلهم حسام حسن اللاعب المعار من الأهلي إلى سموحة خلال هذه الفترة. حسام حسن اللي ما قدمش أداء كبير مع النادي الأهلي، ربما لسوء الحظ، ربما لعدم مشاركات كثيرة، لأي شيء، بس هو بيلاقي نفسه مع سموحة. أول مباراة ينزل فيها الملعب مع سموحة بيسجل هدفين يقدر بيهم سموحة يفوز اليوم على طلائع الجيش، وطلائع الجيش النتائج بدأت تبقى سلبية شوية، وأكيد الكابتن محمد يوسف عارف الكلام ده وهيقدر يعدل من أموره الفترة اللي جاية. الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة، أو قبل ما أقول الفكرة خلينا ناخد أحسن كابتننا الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة. يا كابتن طارق مشرف ومنور كالعادة. شكرا يا كريم، تحياتي ليك ولأسرة البنات. بهنيك على الفوز النهاردة. سموحة بيقدم مباريات كبيرة أحيانا كثيرة بيبقى سوء التوفيق بس هو اللي بيبقى أمامكم، بس النهاردة كان فوز مهم جدا لسموحة. بالشك عنق زجاجة، والحمد لله ربنا كرمنا، مبروك لمجلس الإدارة ومبروك للاعبين. والماتش صراحة كان عقده غير زي ما قلت لك، مرينا بيه بظروف صعبة جدا قبليه، والولاد صراحة أنا بحييهم لأن رجالة تحملوا معايا في الفترة اللي فاتت الضغوط، والحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بفوز، أعتقد فوز مستحق. الفرقة كويسة جدا يا كريم، أدت قدام الأهلي بشكل كويس، وفلوت شهر والمحلة في بدلك، ما فيش شكل بدلك، ودي طبعا يعني ضريبة ان لما بتكون فرقة جديدة محتاجين بعض الصبر والدعم والكلمة الحلوة للولاد. اعتقد ان الولاد هيأدوا بشكل معانا فرقة جيدة جدا 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 مع بعض التدعيم برؤية الفنية فقط لا غير، على الفرقة اللي هتوقف على حلو. صحيح، هتوقف على حلو بشكل كويس جدا جدا. صحيح. طيب كابتن طارق فضل، كل اللي انا بطلبه يعني اطار احترامي بين كل المنظومة، مجلس الإدارة، مدير الفني واللاعبين، إن دي مفترض منظومة محترمة كلنا بنأدي فيها، كل واحد دور، كل واحد يشتغل في مجال فقط لا غير. المباراة مفيش مدير فني محترم هيقبل إنك تفرض عليه اللاعبين، لازم يبقى في رؤية فنية لأن في الآخر هو اللي بيتحاسب، مش حد تاني. اللي كان مفروض عليك يا كابتن طارق؟ لا أنا بتكلم عامة، المفترض ان اي مدير فني بيحدد متطلباته وعلى مجلس الاداره انه ينفذها زي كل المدربين في العالم. صحيح، النهارده كولر مش طالب من مجلس اداره النادي الاهلي يوفر له كذا وكذا وكذا وكذا، يرجع للمدير الفني الاول. المدير الفني الاول فقط لا غير. صح، هو ده اللي كان مضايقك عشان حضرتك تحدثت المباراه الماضيه عن اجواء مش في هذه الظروف. فضل. انا الحمد لله رب العالمين متماسك جدا جدا مع فرقتي وركز جدا جدا مع فرقتي، مفيش مشكله. وبعدين لو مشكله في طريق العشره يا جماعه، انتوا شايفين انا ما بقدش دوري، انا مش زعلان. انا مش زعلان لما تيجي تقولوا لي متشكرين مع سلام، انا مش زعلان. انا الحمد لله رب العالمين كل ما في نادي سموحه يعرف قد ايه المجهود اللي انا ببذله طبعا لصالح نادي سموحه. انا بحب النجاح، ممكن يكون النجاح متاخر لكن بس يبقى في ثقه، في ثقه في المدير الفني، في ثقه في الولاد، وفي دعم. مش دي حلقه، صحيح، حلقه مكونه من مجلس اداره ولاعبين وجهاز فني ودكاتره في جماهير، كله بيكمل بعضه وكله بيشتغل في مكانه. صحيح. وفي الاخر بنقيم التجربه اذا كانت تجربه ناجحه او تجربه ما فيش. صحيح. ومع ذلك انا بقول يا جماعه لو انا طار العشرة هو السبب ان هو انت شايفينه ما بيعملش دوره، انا ما عنديش مشكله، مشوني، ما عنديش اي مشكله. هل شايفين ان انا قادر بعمل شيء، مشروع احنا ابتديناه مع بعض وهنكمله مع بعض، دعمونا تعبون حتى بالكلمه الطيبه بالمسانده. ومع ذلك خلي بالك انا بشكر طبعا الدكتور عمر الغنيمي جدا جدا، هو مجلس، هو طبعا احمد عجلان على رامي على مهنور على اشرف، صراحه يعني في دعم كبير جدا منهم صراحه جدا جدا جدا. فالفرقه محتاجه اللمه لصالح نادي سموحه بصراحه. انا بطمنهم الدنيا مش سوداويه قوي. النهارده انت خسرت 13 بونت يا كريم، انا ماسك الجيش وهم 5 بونت. صح، 5 بونت. وفي الاخر الناس عشان واثقه في الجيش في الطرق العشري كانوا بيدعموني في بيدعموني. هو دول مجلس الاداره في النجاحات ولا في الاخفاقات؟ لا، الاخفاقات دعم. الدنيا تبقى وحشه، الدعم هنا بيبان. صح، عشان نرجع نقف على، وطول عمر كره القدم لازم تستحمل حلوها ومرها، الهزيمه قبل الفوز،
والهزيمه هي اللي هتجيب لك الفوز، لكن شويه ثقه وشويه دعم في الولاد، الولاد دول هيبقوا في حته ثانيه. النهارده انت كسبت 13 نقطه قريب جدا بينك، بص الفرق بين اللي فوقك قد ايه، ماتشين هتبص بيك. صحيح. والولاد صراحه ماشيين بخطه ثابته، تعبانين معايا وانا تعبان معاهم. صحيح. وايه ده خلي بالك اللي مصبرني، ان في مشروع بيتولد في نادي سموحه، لعيبه جيده جدا 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 جدا، لعيبه اتنقلت بشكل كويس، لعيبه صغار السن، لعيبه فتحنا مجال لقطاع الناشئين وما كانش مفتوح خالص في النادي سموحه. النهارده بتشوف مكرونه معايا 10 بيتمرنوا من فريق من فريق الامل، 10 هم مستقبل نادي سموحه، بس محتاجين اتموسفير كويس تقدر تزق بعض وراح زي ما زقيت سعيد مكرونه. انت محتاج تديهم دعم بشكل دي المرايه، دي المشروع. طيب كابتن طارق، هيوفر على نادي سموحه، هيوفر عليه ملايين. مش نادي سموحه هيفضل يعتمد على الاعراب. لازم يبقى فيه استراتيجيه واضحه وبلان واضح. اعراض هيحصل زي ما التسعه مشوا السنه دي، حصل الهزه دي. طيب هذا الاعراض في حدود محدوده، زي النهارده ما جبنا حسام اضاف للفرقه بشكل كويس جدا. واخد بالك؟ هو ده اللي انا بطلبه. زياد طارق يا كابتن طارق مش هيفيد الفرقه؟ يا كابتن والله يا كريم. بص الدنيا اللي مصاره على زياد ديت اتصارت ضجه اعلاميه حواليه بشكل كبير جدا لمجرد تهجيج الاجواء. الولد انا قلت له بص انا لما جيت طلبت عشان اكون امين، ما طلبت زياد مش عشان هو وحش، عشان عندي في مكانه. انا مش بتعامل بالكم، انا بتعامل بالكيف. انا لما جاته في يناير مش اطلب الاماكن اللي ناقصه عندي ولا اطلب اللي في الاماكن اللي موجوده عندي. صح. انا قلت له انا يا ابني مش عشان انت بتبقى فاهم، انا عندي في مكانك، ومع ذلك لو انت اثبتت نفسك انت مالكش ذنب. لو انت اثبتت نفسك وبقيت كويس احسن من اللي عندي انت هتلعب. هو الولد مالوش ذنب، بس لحد دلوقتي انا ما شفتوش. انا الماتشات مش عطياني فرصه عشان اشوفه عشان اقيمه. مش لازم انا كمدير فني احط رايته فيه. صح. اقول يصلح ولا ما يصلحش، يلعب او ما يلعبش، هو مين اللي بيلعب؟ مش المدير الفني؟ مظبوط. حسب الخطه الموضوعه، وهل هينفذ ولا لا؟ مش ده لسه جاي ما بقالوش اسبوع. وانت اللي هتتحاسب. وانا حسام ما في حسام يعني معروف اصلا في نادي سموحه هو مين حسام. والنهارده الولد بيلاقي نفسه مع نادي سموحه. وكابتن بمعنى الكلمه كابتن لم الفرقه بشكل كويس جدا، لامم وجاي عنده دوافع كبيره جدا. هو دي اللي كانت ناقصاني. وانا لو معايا اجري كمان كان هيبقى عندي خط هبوط قوي مع صديق مع واتنج مع مكرونه مع ابو بكر مع نادي مع حسين. مجموعة كويسة جدا جدا جدا. شريف. طيب. على حليم وعلى احمد مصطفى على دودو ده 19 سنة. دودو ده 19 سنة. صحيح. شوف شبانة النهاردة عامل ازاي معانا. طيب كابتن طارق. شوف النهاردة احد المكاسب المؤمن النهاردة عامل ازاي. كابتن طارق هل. طبعا هل في تعويض لخالد عبد الفتاح خلال ما تبقى من انتقالات انا بعاني. انا بعاني يعني خالد اتحرك في توقيت مش جيد. يعني خالد انا مفترض انا عندي ثلاثه فقط لغايه في المكان ده، شريف كان خالد وشريف وعلي رائد وعدل لفت وثالثهم احمد جمال. لما اتحرك خالد ما جبناش البديل. هل حضرتك كنت رافض رحيل خالد عبد الفتاح؟ كنت رافض طبعا. انا عاوز اقوي فرقتي. انا كنت عاوز اقوي فرقتي. انا اقوي فرقتي يعني انا مفترض عندي انا بعاني من النقص. المفترض ان انا اقوي ولا انقص؟ لا تقوي تدعم اكتر. مش كده؟ يبقى عندي قوام ثابت. خلي بالك انا اهتزيت في الماتش اللي فات اللي خسرته من فاركو بسبب الهزه دي، لان انا وصلت في ثلاث ماتشات ما دخلتش فيها جول اقول واحد في الفيوتشر، نظرا لان الاربعه حافظوا بعض، شريف وكان معاهم حكم وشبانه وخالد عبد الفتاح اولاد مؤمن. انا ما بصدق ان انا اوصل للانسجام. صحيح. وانا بطلب حاجه صعبه، انا بطلب الدعم المعنوي والدعم للاعبين. كابتن طارق الفوز النهارده يهدئ الاوضاع شويه، ينقي الاجواء شويه، ولا انت حاسس انه هتفضل تحت الضغط؟ انا بطالب مجلس اداره اتفاق على الفريق. على مع الفريق ودعمه يا جماعه. لو المشكله انا بقولها هو علنا، لو المشكله في طارق العاشري، لو انا طارق العاشري انا اللي مسبب المشكله، انا ما عنديش مشكله ان انا امشي. مش طارق العاشري بعد 40 سنه هو مش يعني انا مش جايب اسمي. الحمد لله طارق العاشري معروف باسمه وتاريخه بادبياته وفنياته، لكن نوع من الاحترام، هو من الاحترام. انا بحترم الصغير والكبير، ما بطلعش اتكلم ولا بهين حد ولا بتكلم على حد، لاني بحترم نفسي. انا تربيت على كده. صحيح. وبشوف شغلي فقط لا غير. صحيح. نوع من الاحترام فقط لا غير يا جماعه. صحيح. طيب كابتن طارق،
يبدو كده ان المستوى اللي قدمه حسام حسن النهارده هي دي قاعده معنويه قبل ما تبقى قاعده فنيه بينك وبين حسام حسن. طبعا. انت قلت ايه لحسام حسن؟ اسال الولاد. لا انا عارف. انا من الناحيه المعنويه دي كتيره جدا جدا جدا. لما جيت انا الحمد لله هيئته بشكل كويس جدا، والولد عنده قابل ليا. الولد عنده تحدي كبير. لا حضرتك كابتن طارق قلت له ايه وهو كان شعوره ايه او احساسه ايه لما جه من النادي ده؟ هو ساعدني كتير جدا جدا تلقائيا، جاي عنده التحدي ده. اللي شافه طبعا في النادي الاهلي الفرصه ما لهاش، هو شايف ان هنا فرصه متاحه. كابتن الفريق، خلي بالك حسام كابتن الفريق، يعني متحمل مسؤوليه معايا. وانا طبعا بحب هذه النوعيه، ان اللعيب يبقى عنده اللعيب مدرب داخل الفريق. مهم جدا جدا. بمجرد ان هو دخل ما خدش معايا وقت. النهارده هو في الماتش كابتن الماتش. وخلي بالك الماتشات اللي فاتت دي كلها احنا وصلنا بقدر كبير جدا جدا، لكن كان ينقص من احنا الجول. فلقينا ضلتنا في حسام. اتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه. وانا متمنى، انا متاكد ان هو كمان هيفوق الناس اللي جنبي. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق سموحه بعد الفوز اليوم على طلائع الجيش، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.